صبري عليك طال طال واحتار فيك امري. ربنا يسلمهولك. اه طبعا. عنده كم سنة؟ سنتين. هو لازم اتولد وكان بيقلد على الشاشة. أول مرة حضرتك خمس دقايق. آه أنا ما حطيتش دور. يا أنتي أنا ما لا يبقى السر في الحديث. أنا لو أنا وقعت هيكون كله متسجل. اللي سألت هنا كده. سألت إيه؟ أنا عليك. تفضلي تعرفي ثانية واحدة بقى ثانية واحدة بس انا ممكن يعني نموت في اي وقت ثانية واحدة يا رب نطلع سمكة دلوقتي ايه رأيك؟ انا نطلع باذن الله بس كده مفيش فيها ملح خد يا عم خد يا عم خد يا عم خد السمكة غير الطعمية انت جاي تغديها بقى ساعات الاقي ايه وانا ماشي في الشارع كده بلاقي شوية شعر في دماغي طاروا كده وقف عامل زي الاريال كده في دماغي انت قلتها البساطة الخير كل سنة وانتم طيبين اثنين اثنين ثلاثة معلش اسمحيلي اسألك وانتي قاعده ما بتشتغليش بقالك فتره او ما بتظهريش او في المتواريه مختفيه معتكفه ايه ليه؟ لا انا عندي حاجه كده دايما اقول لك انه يعني لما تعوزي حاجه وربنا بيحققها لك يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك. الحمد لله. لو ربنا اتاخر عليك شويه يبقى بيعلمك الصبر. لو ما حققهاش خالص انا ببقى راضيه برضو ان هو ضروري يعني محوش لي حاجه احلى. فانا بعرف ازاي يعني امشي نفسي مع ما بحاولش ان انا اتضايق. يعني دي اللي انا ماشيه معناه انه انا ما بحاولش اتضايق معناه انه في ناس مش واعيه كفايه لانه نجوى ابراهيم بالطاقة اللي احنا شايفينها ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله زي الفل وزي القمر وزي البدر بمجاميعه تبقى موجودة على الساحة في وسط ناس عمالة تجأر بالشكوى من الاعلام سواء كان مصيبين او مخطئين سواء كان في ناس كويسة قوي عظيمة وفي ناس يمكن مش عاجبة كل الناس لكن النموذج ده في ناس غلطانة جدا انه ما تتقدملكيش يعني دلوقتي. لا هي وانا مش عاوزه منك تعليق. لا انا عايزه اقول على حاجه ثانيه، انا عايزه اقول انه اللي احنا اتعلمناه وانت كمان طبعا. احنا اتعودنا ازاي نتكلم بصوت واطي. فانا ما بعرفش ازعق، انا بشتغل من الدو. دو. دو. انما من السي بقى دو ري مي فا سول سي. ايه ده؟ ما اعرفش يعني ما بقدرش اجيب ده لانه زي ما قالوا لنا الاساتذه بتوعنا انه كل ما كان صوتك واطي كل ما انت اثرتي انتباه وعارفه يقول لك طرطق ودانه يعني وما بقاش فيه اللي هو التداخلات والدوشه لا 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 الناس تبعتك خالص خالص لا 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 خالص خالص, خالص. انا كل ما كان الواحد كده رايقة هادية مبتسمة مشرقة جميلة لكن حد تاني خالص في السينما رحلة بقى أخرى ونجحتي كمان يعني هو كان الترند كده ان المذيعة الجميلة وبتاع المنتج السينمائي والمخرج يفكر فيها من باب انها مذيعة وجميلة ومش عارفة ايه بس انت اول ما تصيتي في حاجة صعبة جدا كانت الارض ولا كان الارض مش معقوله يوسف شاهين الارض ايه بقى واصل يوسف شاهين ما بيرضاش بقليله يعني يوسف شاهين طماع في السينما جدا ايوه ومدرسه صعبه وايه بقى حصل ايه؟
لا السينما دي حدوته بقى تانية خالص، لان اول ما طلعت وكنت بعمل كلمة السر بعد كده فشافني يوسف شاهين. المهم اتصالاته وبتاع، لقيت لك يوسف شاهين عندنا في البيت. لا بطريقته اللي انت عارفاها. وبعدين عشان اقتنع بصيت لقيت مين اللي جاي تاني يوم. يوسف شاهين الله يرحمه، عبد الرحمن الشرقاوي الكاتب. طبعا تخيلي ان يبقى عندك فجأة دول وانا دودة قراية. فلقيت دول عندي. وبعدين قال له الكتاب الله يرحمه عبد الرحمن الشرقاوي الله يرحمه يوسف شاهين، ان الدور بتاع وصيفة ده هي دي نجوى. فانا بقى عارفة بسطت من الحكاية دي قوي. وبعدين ومتهيألي ان كان اول مرة في حياتي ان انا اسافر. لان رحت بالفيلم ده، رحت مهرجان كان. ايوه صح ايوه. امال طبعا امال يا سيدي، يعني اتمشرت بقى ولابسه فستان بقى وكعب قد كده ولابسه كردان. رحت اشتريته من خان الخليلي. طب حقيقي انكم قعدتوا 9 اشهر تعملوا الارض؟ لو النبي تخيلي ان انا لما بتفرج عليه انا لما بتفرج على الفيلم ده ايديا بتوجعني وظهري بيوجعني ورجليا بتوجعني من وجع بتاعهم بقى. بتاع سنتها. الحمد لله على سلامتك يا ابا. الحمد لله على سلامتك. يلا على دارنا يا ابا يلا. وايه انت بتصحي الساعه يعني بنصلي؟ انا عن نفسي انا اصلي الفجر وبتاع واجهز العربيه تيجي 5:30. نروح على الفيوم. ده انت ما كنتوش قاعدين هناك؟ ابتدينا لما عجبوا بقى البتاع وابتدينا نبني مقام. احنا بنينا مقام هناك. يوسف شاهين بنى مقام. اسكتي على المقام ده. كان في حرب. لان هو عاوز يجيب الكاميرا يصورني انا وعزة العلايلي من فوق. كويس، ياخد الكاميرا الكرين دي حطها فوق ويصورنا. فلازم يهد السقف القبه بتاعت المقام الاصلي. المقام مش هو في البلد ولا مفيش؟ لا اوكي. الديكور بنى مقام وقال لك ده المقام وبروح انا بقى عند المقام واعمل كده عليه. وقابل عزك هناك عبد الهادي. فبصيت لقيت الناس قامت على الكرو كله بالعصيان، ازاي انتوا هتهدوا المقام؟ صدقوا ان ده مقام بجد. ايوه ازاي يا جماعه؟ يا ابني احنا اللي بنينه، ده احنا اللي بنينه سوا، ده بنينه سوا. ازاي بقى؟ خلاص سيبه لنا، ده مجبره يبقى اصل مصلحه، ده خلاص مصلحه خلاص. فتخيل ازاي قد كده الناس كانوا مسميني العروسه. لانه كنت ابيض واخضر واحمر وبتاع واحط شويه روش خفاف وكده. العروسه جت، العروسه راحت. فمره شافوني وانا المكيير بيعمل لي، انت عارفه الفرشه دي فيها في الاخر بتاع كده زي الراجل لما بيعمل كده بيحلق بتاعت الحلاقه. فهو عمال يعمل لي كده الحول العروسه بتحلق دقنها. طلعوا علي سمعه ان العروسه بتحلق دقنها. قلت له يا جماعه ما ينفعش تعملوني مكياج في الشارع، الولاد خلاص اتخضوا، ايه العروسه دي اللي بتحلق دقنها؟ مش معقولين. يابا يابا ما شفتش ابويا يا عبد الهادي؟ ده رجع البلد. طب ده انا جايبه له الغدا. استنيه هنا يا وصيف. يا وصيف ده انا من يوم ما خرجت من الحبس وانا نفسي اشوف، وانت لا بتسالي يا بيه. هو انت كنت في الحبس لوحدك؟ ما ابويا كان معاك يا عبد الهادي، وطول ما انت هناك وانا قلبي كان بيتقطع. يعني افتكرتيني وانا في الحبس يا وصيف. ايه بس ايه افظع او اخاف اكتر مشهد خفتي منه وشلتي همه صعب؟ اللي كان في حتى اخر العمر.
ان انا كان لازم اركب حصان حتى اخر العمر بقى بعده. لا بعده عملت فجر الاسلام. مش فجر الاسلام برضو صعب. لا فجر الاسلام ده انت انا عمري ما اتدربت في حياتي. يعني مره واحده خدت قلم من ابويا علشان شربت قهوه. شربتي قهوه؟ وبعدين قلت ان انا ما شربتش لان خدت شويه من الناس. كناش نخش بقى عند الناس وبتاع وكان ممنوع نشرب عشان كده انا لازم نسكافيه ده مهم قوي. فروحت حاطه الشويه اللي فاضلين في الطبق ورحت عاملاهم كده. بتعملي ايه ماما ايه انا ما عملتش حاجه. وده بقى البن طالع كده. بتكدبي ايه انك كده؟ اوكي وعدت خلاص ده وانا صغيره. فجر الاسلام كان معايا الله يرحمه محمود مرسي، استاذ محمود مرسي، وكنت انا ليلى وكان هو مش عارفه ابنه وبيجري ورايا بالحصان. وبعدين انت ايه ازاي؟ وكان لازم يضربني بالقلم. وما كنتش عارفه ان هو انا واخده بقى على محمود المليجي. استاذ محمود المليجي يشرب السيجاره ويها ها 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 ويلا الشوط بتاع العياط. ابص الايه واقف اما حلقوا له شنبه حط ايده على بقه والدمع فرت من عينه. انا مش مصدقه ازاي يعني بروفيشنال كده. بروفيشنال بروفيشنال. انما الاستاذ محمود مرسي زي محمود زي احمد زكي اللي هو لازم يعيش العنف وليس تمثيل العنف. يعيش تلاقي. ايوه انا عارفه الانماط دي. يا نهار ابيض اخدت قلم الحلق طار وقعدت 3 ايام صفاره. لا صفاره. عايزه اشيل مفيش فايده. شيء لا يستغرب من الذين يعيشون من عرق صاحبات الرايات الحمر. اقسم لك يا ليلى بآلهتنا جميعا انني لم اكن اعرف، لم يكن ذلك من تدبيري. ليلى أيتها الشريفة أنت بلا قلب، قل لها يا مولاي إنها قد تصبح جارية في غمضة عين. اخرسي. ماذا يكون مصيركم جميعا لو أن قبيلة أقوى منكم أغارت عليكم وأخذتكم وباعتكم بضاعة؟ ألا تصبحون عبيدا وجواري؟ كنا يا شريفة في عز، كنا أشرف من ليلى. ليلى الوقت اللي انا قضيته في السينما كان حلو قوي. اكيد قوي. اصل كمان ما انت برضو انا انا سكت اول ما دخلت الافلام اللي بيقولوا عليها المقاولات. انا بطلت وكنت بنقي بقى. شوفي بقى الارض في عيد الفلاح. فجر الاسلام في مولد النبي. حاجه للستات للبيت نقول لهم العذاب فوق شفاه وبعيدا عن الارض. انا كان لازم اعرف ان في حاجه اسمها حب وحاجه اسمها جواز. حب يعني اتنين واحد واحده، انما جواز يعني واحد واحده وبيت، وده الفرق اللي بيني وبين سعاد. هي بالنسبه لك واحده انما انا بالنسبه لك بيت. دي غلطه. قلت لك ما تقولش غلطه. لو كنت ما احترمتش نفسك او ما احترمتنيش كان يمكن تبقى غلط، كان ممكن اعتبر انك كنت ضحيه اغراء، وكان يمكن ابتدي اعالجك. انما انت ما احترمتش البيت، يعني دي طبيعتك. المدمن خائفه من شيء ما. احنا عملناه في التوقيت اللي كانوا البنات تقف تعمل كده. يعني كل واحد فقلنا لا لازم نعمل وقفه. فكان حاجه جميله. الحياه كانت مليانه. عامله خائفه من شيء ما كان قصه فتحي ابو الفضل واخراج يحيى العالمي. ومعاكي استاذ رشدي اباظه، استاذ عزه العلايلي، وعماد حمدي، وجميل راتب، وانا دي حيسري، وانا واسعد يونس. الله انا في يوم. لا 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 والله لا انت قعدتي كتير 3-4 ايام. لا ازاي قعدنا كتير. رحت معانا في الاسم ورحتي في وفي البيت عندك وفي الجامعه. وفي الجامعه انت كنت فين؟ ده كل الكليه كانت بتسال عليكي، خصوصا ان الامتحانات قربت. ما هو انت بقى هتديني كشاكيلك انقل كل اللي فات. لا قولي لي الاول، خلصتي البحث اللي طلبه الدكتور اسماعيل؟ بحث ايه؟ بتاع قتيل المهندسين. ده كل الطلب قدمه بحصه، ما فاضلش الا انت عصمت. بكره ان شاء الله هبقى اجيبه معايا. انا الظاهر حسدتك، كنت جايه مفرفشه واخر تمام. ايه اللي جرى؟ فهمتي مره واحده. بقول لك يا ليلى، انا ريقي ناشف وهروح اشرب كوبايه شاي في البوفيه وخايفه ااخرك. سيبيلي كشكول اجراءات انقل منه وروحي انت الحق المحاضره.
طب ما انت كده هتفوتك المحاضرة. ما هو البركة فيكي بقى. يلا 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 عشان تلحقي. طيب راجعلك بعد المحاضرة. باي. المهم بس انه انت كان اختيارك للافلام عالي قيم جدا. وبعدين تقولي لي بعيد عن عرض ركبت الحصان ده بقى حتى اخر خلص. العمر ولا حتى اخر العمر حتى اخر العمر عشان اركب الحصان. شوفي قد ايه بقى رمسيس نجيب الله يرحمه. لازم اروح اتمرن. طول ما انا ما اعرفش هتحمار ولا حتى الحمار ولا جمل. فقالوا لي لازم اروح نادي الفروسيه ان انا اقعد. قعدت حوالي اسبوعين او 20 يوم كل يوم الساعة 7 الصبح اروح اركب حصان. لغاية لما ابتديت اعمل ستايل وابتديت امشي بيه. بس طبعا ما فيش اللي هو الترات والحاجات دي لا. وعايزين الجالوبينج عايزين دهنات. المهم فجي اشرف فهمي الله يرحمه فقال لي هتولها حصان هادي. هتقولها قلت له لا عايزه حصان بروتا. مش هادي مش هادي ممكن يتعصب. لا حمار خالص يعني. فجابوا لي حصان وركبت الحصان مش عايز يمشي. حلو. اتنرفز المخرج اتنرفز. فقال لي بصي قبل ما نقول هنصور خدي دي فرع شجره. فرع شجرة رفيع كده بس اخبطيه من على بطنه وارميها وانا هاخدك من ساعة من لما تطلعي. يطلع. وطلعت. هو عارف درجت. هو عارف. هو كان بيقول لك ايه يعني اصل عارف ان هو اصل بروتة خالص. بقف كده بروتة. فقال لك بس لسوعية. فانا رحت من لسوعية يعني عامل شوية الثلاث اسابيع اللي انا رحت فيهم. فلقيت لك الحصان ده فضل يجري يا اسعاد مش قادره اقول لك. السريع. وبعدين فجاه راح مفرمل. ففي الفرمله دي رحت انا مقلوبه. قلبت مسكت في الشوشه بتاعته دي شعره. وبقى بقي وشي في وشه. ورحت واقعه. مفيش اغماء. ولا يمكن اركب الحصان بس الحمد لله. لا اغماء بس لازم. لا انا شايفاها وكلها بس مفيش. خد لا اصل الوقعات لازم. ما اتقلبت في شعره. قال لي لازم تركب الحصان. طبعا. والا عمرك ما قلت له انا عمري صح. مش مهم. ولا عمري ولا عايز اركب حصان. قال لي عشان نعمل الشطر وركبت الحصان وعملنا المشي. فكل ما اشوفه افتكر ال بس فين القلب تروما برضو ان كلمه. يعني ما تعملتيش بعد كده القلب. لا خالص. مفيش حتى حمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه. انا مش عارف ليه بتكلميني كده. انا عملت حاجه زعلتك؟ ابدا انا بكلمك عادي. على العموم انا اتعلمت حاجات كتير قوي من التجربه اللي مريت بيها. ابتديت افهم نفسي كويس. كنت عايش في دوامه قبل ما اسافر. كنت حيران. دلوقتي انا عارف كويس انا عايز ايه وانت تبقي ايه بالنسبه لي. ارجوك مفيش داعي للكلام ده. دي حاجات ما تهمنيش.